اصدقائي التلاميذ غادي يمشيو دابا للهندسه. بالنسبه للهندسه شنو عطيك؟ عطيك هذا الشكل هذا، عطيني مستقيم ياب، وعطيني نقطه ونقطتان خارج المستقيم. اذا بالنسبه للاسئله عطيك السؤال الاول هو كونستروير ا دروات دي واحد باغال الى دي اي باسون باغ. اذا غادي نرسمو المستقيم دي واحد يمر يعني من نقطه او موازي للدي. بالنسبه لي كنبغي نرسم المستقيم موازي كاين بزاف طرق موازي، هنا يكون هكذا، اما غنرسمو بالمزوات مثلث، ولا غادي نرسمو بالبيض بالبركار مثلا. الى استعملت المزوات يعني خاصني نرسم مستقيم المساعد هكذا. اذا اول حاجه كنرسم هاد يعني نقدر نرسم مستقيم كاع نطولو ما عنديش مشكله انا، ولا كنرسم هاد النقط متقطعه انا رسمتو. من بعد غادي نرجع عاوتاني نرسم عاوتاني العموديه. واهو اذا هذا هو المستقيم ديالي اللي مطلوب. اذا هو هذا غنسميوه دي واحد. اذا هذه الطريقه الاولى. دابا غنوريكم الطريقه الثانيه باش كنستعملو لو بيركار لي كير عفوا غادي نستعملو لو كومبال بيركار اسيف. شنو كندير؟ اول حاجه كناخد واحد النقطه من المستقيم يعني خديتها ياك، وكنرسم واحد القوس عفوا كنبوانتي هنا وكنرسم واحد القوس على المستقيم ديالي. من بعد كنجي كناخد هاد المسافه هادي فوالا، انا خديت المسافه ديالي وغنجي لهاد النقطه هادي اللي كثر شمس، نحاول نرسم اولا بون في كناخد هاد المسافه هادي كنجي لهاد النقطه ا وكنرسم هكذا. حقاش دابا انا رسمت المستقيم تلفت، هذا رسمته ما خصوش يكون مرسوم عندي. اذا هذا القياس اللي عندي هنا هو اللي خص يكون عندي هنا ياك. ومن بعد عاد تناخذ هذه المسافه هذه هذا القياس وكنجي كناخذو هنا كندير كومسا كندير قوس اخر وكان وعندي نقطه هنا وكيعطيني هذه النقطه وكرسم المستقيم. اذا انا تلفت كترسمتو دوخني نورمالمون حيتي هذا راه غتر هذه الطريقه. هذه الطريقه ديال البركار. اذا عندك جوج طرق، اما كتستعمل الميزوات المثلث اولا غترسم تستعمل البركار. اذا غادي نمشيو دابا مباشره السؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني قال كونستروير لا دروات دي جوج العمودي على دي ويمر من النقطه بي. اذا فعلا غادي نرسم مستقيم لعمودي على دي ويمر من النقطة بي بيان سو غنستعملو هذا. إذا يكفي تعمل تستعمل غي هاد المزوات المثلث كومسا كترسم هذا وكتزيد طولو فوالا. وخصنا نديرو هنا الزاوية القائمة، هنا خصنا نديرو زاوية قائمة عفوا، وهذا غنسميوه دي اثنان. سؤال ثلاثة قال كومبليتي باغ لان دي سامبول، هذا موازي وهذا عمودي. اذا لاحظ معايا دي واحد و دي كيم دايرين، دي واحد و دي متوازيين. اذا غنديرو هاد الرمز هذا متوازي، و دي جوج و دي فينا هو دي جوج، دي جوج و دي راه متعاملين. ها هو غندير هاد الرمز ديال التعاون سهل. اذا هذا سهل جدا. بالنسبة للسؤال أربعة، هاد السؤال ديما كيتحط دائما أبدا كيتحط هاد لا كيستيون كتحط، بين مستقيمان إما كيكونوا متعامدين ولا متوازيين. شنو كندير؟ كناخد هادوك المعطيات اللي في التمرين هما اللي كنستعملهم. إذا هنا ما كنكتبش ألوغ. إذا بالنسبة للبرهان باش نبين كناخد المعطيات اللي عندي. لاحظ معايا كتقولو لدينا ولا أون سيكو نعلم أن دي واحد يوازي تي ودي اثنان عمودي على دي. اذا دي واحد عمودي على دي اثنان. اذا هذا غيكون لان الا كان مستقيما كيفاش انا القراءه هذه؟
الا كانوا مستقيمان تي واحد و تي جوج شنو بيناتهم؟ بيناتهم واحد واحد مستقيم، بيناتهم دي واحد و دي جوج بيناتهم مستقيم. هو دي الاول كيكون موازي عليه والثاني كيكون عمودي عليه، فاي فمباشره كيكون عمودي على كيكونوا هذوك المستقيمان دي واحد و دي اثنان، وهذا في الشكل حتى هو كاين هانت دي واحد هاد ما دي واحد و دي اثنان راه متعامدين، ولكن في الشكل كتبان لينا ابارامون، ولكن خصنا نبينوها بالبرهان. دونك هذه هي الطريقه ديال البرهان. مثلا هذا الجواب ديال بعض التلاميذ كيلكو زيليف، ولكن لا ريبونس هي هادي مالوروزمون سي سا لا ريبونس. اذا دابا غادي نمروا للسؤال الموالي. سانكيام كونستخويغ اش لو بروجيتي اورتوغونال دو بوان سي سور لا دغوات تي جوج. اذا لو بروجيتي اورتوغونال سي كوا؟ اولا غنفهمو شنو هو لو بروجيتي اورتوغونال. بروجيتي اورتوغونال سي هاد البيه مثلا لاحظ معايا وكنطلقها، شفت البيه وكنطلقها. اذا بحال كتشد نوعا ما واحد المستقيم، بحال عندي المستقيم هو هذا وعندي النقطه، وبحال كنطلقها في كنطلقها كتسقط على هذا المستقيم مثلا دي، وهذا كنسميه اش، كيسمى هذا اش هو المسقط العمودي ديالها على المستقيم دي. اذا ديال القاعده اللي غادي نطبقوا. اذا بالنسبه للحاله ديالنا دي اش، وشنو هي المستقيم اللي غيلعب دور ديال تي؟ هو تي اثنان. اذا تي اثنان هو اللي غيلعب دور ديال تي، و اش غتكون المسقط العمودي ديال سي. اذا سي، اذا بالنسبه لسي هي هادي عفوا كانت عندي ا و بي خارج المستقيم، وكانت واحد النقطه سي ضمن المستقيم. اذا نورمالمون غتكون عندي اش راه باينه غتكون هي هادي، لان الا قلبنا الشكل موازاه مع القاعده اللي اختينا. اذا شكون اللي غيلعب الدور ديال تي؟ هو تي اثنان. ها هو تي اثنان، هو تي اثنان. شكون اللي غيلعب الدور ديال ا؟ هي سي. وشكون اللي غيدير الدور اش؟ هو هاد البوان. اذا هو قال كونستخويغ، دونك هادي هي لا كونستريكسيون ديال اش. لا سيزيام كيستيون، كونستخويغ لو بوان او بحيث او كتنتمي لدي واحد و بي و سي و او نقط مستقيمية. اذا غنسقو نقطة عندي بي سي ها بي و سي وعندي دي واحد، هاهو. اذا هاد دي واحد خصني بعدا نطولو لانه مستقيم. كون فو فو كونسي كون دغوات اتينيميتي دون لي دو ولا دون سي دو كوتي كتكون غير محدودة من الجهتين. دونك اون بو برولونجي لا دغوات تي ان سي بون. اذا غادي نرسمو حنا واحد النقطة كتنتمي دي جوج بحيث هذيك النقطة سميناها او. اذا هاد النقطة نقدر نحطها مثلا نحطها هنا وهنا وهنا، ولكن هو جاتني واحد الشرط. شنو هو الشرط؟ ان النقطة بي و سي وهاديك الاو خص يكونوا مستقيمين. يعني زادني واحد واحد ان كونديسيون سوبليمونتير اللي غادي تقول لي بان نقطة او غتكون هنا. دونك ها هي او كتنتمي دي واحد، و او ميم طون هاد لي تخوا بوان سون تاليني. دونك اون ريبوندي فريمون ا لا كيس. دونك هذا هو، دونك هذا هو دي ان. اذا او كتنتمي دي ان ياك، و اون ميم طون بي سي اي او سون تانيني نقاط مستقيميه. تري بيان. اذا بالنسبه لا ديغنيغ كيستيون لي هي لا سيتيام كيستيون، سيتي كونستخويغ لو بوان اف بحيث تلك هي بحيث اش كتكون سوا لو فيرب اتر في السوبجونكتيف بريزون، يعني بحيث اش لي يعني نتمناو تكون اش، ولا غتكون اش في ضمن القطع، ولا غتكون هي منتصف القطع في سي. اذا غنشوفو النقط اللي عندي هنا، اف هي اللي غنرسم، وعندي النقط المشتركه عندي الاش وعندي سي. دونك غنشوف الشكل اللي عندي فين هي سي ها هي واش ها هي، وشكون اللي غيكون لو سيغمون هي اف سي، و اش غتكون هي المنتصف. اذا اش غتكون لحد معايا، اش غتكون منتصف القطعه اف سي، وارسم اف. نورمالمون اف التلاميذ هاد التمارين، هاد التمارين خدمتهم مع التلاميذ في الجروب ديالنا. اذا كاين اللي كيرسم ليا، كاين اللي كيرسم ديك النقطه اف هنا، وكاين اللي كيرسمها هنا فوق. حنا غادي نرسمو النقطه غتكون هنايا، لان
نقطة غتكون هنا، لأن المنتصف غادي كيكون وسط، والقطاع هي هادي كتكون على برا. اون فا يوتيليزي بيان سيغ لو كونطا ياك. دونك غناخدو هاد لا ميزور، سي بون هاد لا ميزور هادي، غناخدو هاد لا ميزور وهاد لا ميزور غنجي نحطوها هنايا. بون هي يعني ما كنوقفش انا البركار باش ما يخطيش الكاميرا. دونك هذه هي نوتر بوين كي لو بوين اف. دونك دابا رسمنا النقطه اف بحيث اش هو منتصف القطاع اف في اف سي، وما نساوش الكوداش ديال الميليو تاع سيغمون. دونك اون اريف على لا فان دو سو بيتي ديفوار، سي ان ديفوار موديل. دونك فوالا لا فيغور. دونك نورمالمون كنا رسمنا عطاونا في الشكل النقطة دي و النقطة سي دي من المستقيم دي و أ و بي خير المستقيمين. كان السؤال الأول كان طلب منك ترسم المستقيم دي واحد موازي للمستقيم دي، و أيضا طلب منك في السؤال الثاني رسم مستقيم دي اثنان اللي هدا هو هدا هو دي اثنان، دي اثنان مودي مستقيم دي وما داروش لو كوداج هنا. دونك سا هدا واحد إنجاز ديال التلميذ. اذا ما داش الكوداج ديال لا بيربونديكولاريتي من بعد غادي هنا مزيان سي بون هادي مزيانه، ولكن هنا هادشي سي فو. دونك الى ما هذا ما الى ما ختموش. وبالنسبه لاش لو بروجيتي دونك خصنا نديرو التعامد ديال سي سور لا دروات دي اثنان، ومن بعد رسمنا النقطه او كتنتمي للمستقيم دي واحد، وفي نفس الوقت او و بي و سي سون تاليني باسكو هاديك السؤال جدولية كونديسيون. والسؤال الأخير غادي نسقو نقطة اف بحيت اش هو منتصف القطاع اف سي، وكندا هو التمرين الهندسة اللي عليه سبعة نقاط. دونك فواسي على بروشان فيديو ميشيغ زلاف.